حضرت الفيلم واستفدت منه انه كان في فتره الرجال بالحبس، كانت المراه تحاول انها تعمل مشاريع وتقوم بعملها كمراه لحمايه اطفالها ولحمايه مجتمعها، كانت تجمع عملها لقيت دورها خلص بنسبه قليله جدا، فيش لها دور. انه في وضع انه كانت نائله محبوسه في السجن وما لا تستطيع انها يعني تشوف لا زوجها ولا ابنها، وفي وضع انه زوجها كان تم اقصاؤها لخارج البلاد، هي كانت موجودة هي وابنها لحالها موجودين، كانت ترعى في ابنها وفي نفس الوقت كانت تقوم بعملها من خلالها توزع الخبز وبداخل المناشير. ضروري يكون في دور للمرأة في العملية السياسية عشان يكون لها دور في التغيير.